يقوم بحصتنا من سحر وترويج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد. شكرا 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 أحبائي. إذا أحبائي مرحبا بكم في حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. أراكم فرحانين لكم هنا؟ نعم. إذا حتى صديقنا كوكو فرحان أو طرب الفرحة دوك يجيبوه لنا. عمو يزيد راهو فرحان بزاف معكم اليوم. عباكم يا أحبائي راكم في أول حصة من الموسم الخامس. هذه خامس سنة لحصة مع عمو يزيد. وانتم يا احبائي راكم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا في حصه مع عمو يزيد، سهل، ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذه الطريقه. اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملا الاستماره، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الالكتروني. مرحبا بك. اذا احبائي لما تشاركوا في الحضور في حصة مع عمو يزيد عليكم بشوية على الصبر لأن التسجيلات كثيرة والأطفال كامل حابين يحضروا في حصة مع عمو يزيد كيما انتوما، وهكذا باش نستقبلكم كامل أحبائي. أحبائي نحن على أبواب الدخول المدرسي. تحبوا المدرسة؟ نعم. والعطلة تحبوها؟ نعم. تحبوا العطلة أكثر ولا المدرسة أكثر؟ شكون اللي يحب العطلة أكثر يفد يدو؟ شكون اللي يحب المدرسة أكثر؟ برافو برافو أحبائي، مليح أنك تحب المدرسة وتحب العطلة. التلميذ الحادق ما فرط في درسه يوما. يا أخي أحبائي وزع وقتك عند الصحو ما بين الجد واللهو. عمو يزيد يقول هكذا في أغنية الجد. يا أخي أحبائي إذا لازم نعرفوا نوزعوا وقتنا، مليح المرح مليح اللهو ولكن لكل كل حاجة في مكانها. إذا نحن على باب دخول المدرسة نتكلموا شوية، كان ما عندهاش بزاف، كان عيد الأضحى وبهذه المناسبة عمو يزيد لكم هدية من بعد راح نتقسموها مع الأعزاء اللي يشوفوا فينا تاني. كاين أيام عالمية ودولية نتكلموا عليها، غير كما جاز اليوم العالمي للمساعدات الإنسانية. على بالكم احبائي تشوفوا مثلا لما تكون كوارث طبيعيه وكامل يعني زلزال ولا حاجه تشوفوا بلي كل الدول تساهم بالمساعدات الانسانيه، يبعثوا اللي يبعث اطباء اللي يبعث الاكل اللي يبعث. اذا هذا هو وهذه مبادئ ديننا الحنيف الاسلام. احبائي الانسان لازم يساعد اخوه الانسان. اذا الامم المتحده داروا اليوم العالمي اللي هو يوم 19 اوت باش تشوفوا عليه، هو اليوم العالمي للمساعدات الانسانيه. كاين ذكرى مهمه جدا يوم 20 أوت. ذكرى شكون اللي يعرف يوم 20 أوت ذكرى؟ 20 أوت 20 أوت مؤتمر مؤتمر. تعالي بنتي تعالي 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 بنتي. واسمك بنتي؟ إكرام. إكرام شحال في عمرك؟ 10 سنين. 10 سنين مؤتمر الصمام. الصمام في أي سنة؟ 20 أوت 1956. برافو برافو بنتي برافو برافو. أحبائي مؤتمر الصمام في 20 أوت 1956 وهو اليوم الوطني للمجاهد. الجزائر في كل سنة تتوقف، وعندي لكم مفاجأة من بعد مع أسماء راح نشوفوها. حابين نتكلم معكم شوية. تعالي بنتي أروحي بنتي دوري الكاميرا باش تخرجي شابة. واسمك بنتي؟ اسمي سانس. واسمك؟ سندس. سندس وين تسكني سندس؟ في تيارات. في تيارات. تيارات باش معروفة؟ تعرفي هذيك الحفلة اللي يديروها كل عام عيد؟ واش كاين حاجة معروفة بها تيارات؟ على بالكم تيارات معروفة بالحصان العربي الأصيل بالخيل، على بالكم يا أحبائي؟ وتيارات في كل سنة كاين عيد الحصان، في كل سنة لا فيت دو شوفال في تيارات. أحبائي معروفة مدينة تيارات الجميلة. يا اخي تشفي عليها. يلا بنتي سلمي لنا عليهم كامل. تفضلي بنتي تفضلي. تعال وليدي اروح 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 منا. واسمك ولدي؟ الياس. الياس شحال في عمرك الياس؟ سبعة. سبع ايام؟
سبع سنين. سبع سنين، عم بالي سبع ايام. وين تسكن وليدي؟ في البويرة. وين؟ في البويرة. بويرة، الله يبارك وليدي، الله يبارك. جميلة جميلة مدينة البويرة، تروح تسلم عليهم كامل؟ لا يا أخي، يلا وليدي تفضل. أحبائي، تحبوا الأسئلة؟ لا. عمو يزيد راح يطرح عليكم سؤال، هو صعب وسهل في نفس الوقت. وش رأيكم قبل ما نطرح عليكم السؤال نستقبلوا ساعي البريد صهيب؟ أحبائي، أنتم تاني إذا حبيتوا ترسلوا عمو يزيد باش يقرأ الرسائل تاعكم هنا، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على الزرار آراء وملاحظات. إذا استقبلوا معايا صهيب. صهيب تعال، تعال صهيب. مساء الخير يا أطفال. مساء الخير يا مصطفى. مرحبا، نعطونا تحية صهيب أصغر ساعي بريد. مرحبا صهيب، وش رايك؟ لاباس؟ لاباس. واش تقول أطفال دخول مدرسي موفق؟ قولهم للجميع. للجميع، برافو برافو برافو. صهيب أنت تاني تقرأ ساعي بريد ويقرأ، شفتوا؟ تحبوا ساعي بريد؟ هو اللي جبنا الأخبار، جبنا الرسائل، جبنا عمو يزيد دلو تحية التقدير، دلو أغنية خاصة. إذا صهيب جبنا بريد الأطفال. نعم. إذا عمو يزيد دلكم علبة بريد باش يحطنا فيها البريد اللي عمو يزيد راح يقرأه من بعد، وانتم ما عليكم عباكم واش تديروا، توجهوا موقع الإنترنت عمو يزيد .com بالضغط على الزرار آراء وملاحظات باش عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم هنا. مع السلامة يا أطفال. شكرا صهيب، شكرا شكرا، مع السلامة. شكرا شكرا. لحقنا للسؤال. سؤال اليوم، بما أننا ذكرى مؤتمر الصمام 20 أوت 1956، غير كما فاتت ذكرى عزيزة علينا اليوم الوطني للمجاهد، حبيت نطرح لكم سؤال. على بالكم بلي ثورة التحرير اللي اندلعت في أول نوفمبر 1954، ثورة التحرير هذه كاين الناس كانت تناضل من بكري، من المقاومة الشعبية، من الأمير عبد القادر، الشيخ المقراني، لالا فاطمة نسومر، الشيخ بوعمامة، يعني كانت مقاومات من بكري، يعني من ضد الاستعمار. الشعب الجزائري عمره ما استسلم، ولكن أول نوفمبر كانت الثورة اللي وحدت كاع صفوف الشعب الجزائري. هذه الثورة هذه كاين واحد التاريخ اجتمعوا فيه 22 قائد للثورة باش يتخذوا التدابير الأخيرة لاندلاع ثورة التحرير. ما راحش نقول لكم اعطوا لي أسامي تاع 22 هادو، بعد عمو يزيد هو يعطيهم لكم، ولكن حبيت تقولوا لي في أي مدينة اجتمعت مجموعة 22، معليش مدينة يعني بدون ذكر يعني الحي، حي يقولوا عمو يزيد، ومتى في أي تاريخ هي؟ قبل بداية الثورة غير بشوية. صعب سؤال؟ معلش فكروا فيه. إذن أين اجتمعت مجموعة 22 للقادة اللي أخذوا التدابير الأخيرة لاندلاع ثورة التحرير، وفي أي تاريخ؟ معلش أعطوا لي السنة والشهر، بعد عمو يزيد يكمل الجواب. وانتم كذلك يا أحبائي إلى حبيتوا تجاوبوا على اللغز، ما عليكم إلى توجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على الزرار جاوب على اللغز. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. أحبائي مادام رانا في مؤتمر صمام غير كما فات، وش رأيكم نروحوا ناخذوا نبدأ تاريخية على مؤتمر صمام باش نعرفوا وش هو؟ حبيتوا تعرفوا أحبائي؟ إذن معنا اليوم أسماء العلاوي راح تدينا نبدأ على مؤتمر الصمام. تفضلي أسماء، تفضلي بنتي، تفضلي تفضلي تفضلي. عطونا تحية الأسماء، تفضلي بنتي، تفضلي تفضلي تفضلي. مرحبا أصدقائي. مرحبا. اليوم سنتحدث عن مؤتمر الصمام. يعتبر مؤتمر الصمام من القرارات الأولى التي تبنتها مجموعة 22 تاريخية حين تفجيرها للثورة، وبعد هجمات 20 أوت 1955، وما حققته من نتائج إيجابية دفع ذلك المسؤولين لمحاولة التعرف على حقيقة الوضع بعد ذلك وإجراء اتصالات في سبيل عقد المؤتمر الوطني. دعا إليه عبان رمضان حيث جرت الاتصالات بين قادة الثورة، واختيرت قرية إفري المتواجدة في أوزلاج ببجاية الواقعة بوادي الصمام نظرا لموقعها الاستراتيجي الأكثر أمنا،
واختير 20 أوت 1956 لكونه يصادف الذكرى الأولى لهجوم الشمال القسنطيني. كان من أبرز الحاضرين عبان رمضان، العربي بن مهيدي، أعمر أعمران، زيغود يوسف، كريم بالقاسم، الأخضر بن طوبال، وتغيب عن المؤتمر بعض القادة البارزين لأسباب أمنية. كان من أهم نتائج هذا الاجتماع هي توحيد النظام العسكري والسياسي، حيث وضعت خريطة جديدة للجزائر وفقا لظروف الحرب آنذاك، كما وضعت استراتيجية للعمل المستقبلي للثورة والتي كانت تهدف إلى إضعاف الجيش الفرنسي، الإخلال بالوضع في فرنسا إلى أقصى الحدود اقتصاديا واجتماعيا، مؤازاة الشعب الجزائري في وجه البطش الاستعماري الفرنسي. وقد اتخذ المؤتمر قرارا بإقامة المجلس الوطني للثورة الجزائرية التي كانت تتكون من 34 عضوا ولجنة للتنسيق والعمل تضم 5 أفراد، ما هدى مؤتمر السومام طريقا للحكومة الانتقالية للتحرك السياسي. برافو 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 أسماء، برافو 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 برافو. إذن أحبائي، مؤتمر السومام في 20 أوت 1956 كان أول مؤتمر وطني لثورة التحرير، وين ثورة التحرير نظمت صفوفها فيها. يا أخي أحبائي، لازم نعرفوا التاريخ تاع بلادنا. واش رايكم أحبائي تكلمنا على نحن على أبواب دخول مدرسي، كنا في عطلة، عيد الأضحى غير كيما فات، واش نديروا في الأعياد؟ واش نديروا في الأعياد والعطل؟ تعالي بنتي أرواحي. إذا بنتي، واسمك بنتي؟ مريم. مريم، واش نديرو في الأعياد والعطل؟ نزور الأقارب. نزور الأقارب، برافو برافو بنتي برافو. كيفاش نسميوها زيارة الأقارب؟ واسمها؟ واسمها تعالي بنتي؟ واسمك؟ ابتسام. ابتسام، واسمها؟ صلة الرحم. صلة الرحم أحبائي، برافو 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 برافو. أختك هذه الله يبارك، شاطرة؟ الله يبارك. بنتي تعالي تعالي، بنتي أرواحي، واش عندك في يدك؟ واش هو هذا؟ أرواحي، جيبي هذاك الكتاب الجميل. تعالي بنتي، واسمك بنتي؟ أميمة. أميمة، واش هو هذا أميمة؟ مصحف. لمن؟ ليك. لمن؟ ليك. العمو يزيد، هدية؟ أوه، الله يبارك، برافو بنتي، برافو برافو. أوه، شكرا، ديري لي بوسه بنتي، هنا 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 بوسه جميله جميله، برافو. وين تسكني بنتي؟ روحي ما قلتيليش وين تسكن. في بوليو. وين؟ في بوليو. في بوليو، في الحراج، في العاصمه. الله يبارك بنتي. اذا احبائي، هذه هديه من صديقتي. شكرا بنتي، شكرا بوبي، احتفلنا بها، احتفظنا بهذه الهديه الجميله هذه. شكرا، شكرا. عمو يزيد يحب الهدايا كيما نتوما. اذا صله الرحم أحبائي، على بالكم بلي صلة الرحم من شيمات الإنسان الخلوق، من شيمات المسلم، أنك تزور المريض، أنك تزور الأقارب، مما يكونوش مرض، يعني تروح تزور العم، الخال، العمة، الخالة، صديق، الجد، الجدة، على بالكم يفرحوا بكم بزاف. بالمرات تقول معليش راني تعبان ما نروحش نزور الأقارب، بصح معليش لازم تنوض وتروح تزور الأقارب، وتقول الوالدين يا بابا لازم نروح نشوفوا جدي ولا جداتي ولا عمي ولا. يا أخي تحبوا تزوروا الأقارب يا أخي؟ إذن تغنوا كامل معايا أغنية صلة الأرحام. عمو يزيد يقول فيها: ربي وخير الأنام وصى بصلة الأرحام، فأوصلها لا تقطعها هذا الأمر والله حرام. إذن التحقوا بي نغنوا كامل صلة الأرحام، تعالوا. ربي وخير الأنام وصى بصلة الأرحام، سأوصلها لا تقطعها هذا الأمر والله حرام. يا أبنائي يا أحبابي لا تنسوا يوما، أنا أوصيكم يا أحبابي صلوا الأرحام دوما. يا أبنائي يا أحبابي لا تنسوا نصحي يوما، أنا أوصيكم يا أحبابي صلوا الأرحام دوما. ربي وخير
وندق عليهم باب. هذا العيد ها قد جاء، يا أبنائي يا أحباب، فأقاربنا هنا وهناك، يلا ندق عليهم باب. ربي وخير الأنام والصابي صلة الأرحام، فأوصلها لا تقطعها، هذا الأمر والحرام. عمي مريض هيا نمضي، نكسب من بعده أجرا، ونواسيه ونسليه علّه ينساه ضرا. عمي مريض هيا نمضي، نكسب من بعده أجرا، ونواسيه ونسليه علّه ينساه ضرا. ربي وخير الأنام والصابي صلة الأرحام، فأوصلها لا تقطعها، هذا الأمر والحرام. ليس عندي فرق بين عمي خالي في الأرحام، أنا مسرور بزيارتهم مرة مرة في الأيام. ليس عندي فرق بين عمي خالي في الأرحام، أنا مسرور بزيارتهم مرة مرة في الأيام. ربي وخير الأنام والصابي صلة الأرحام، فأوصلها لا تقطعها، هذا الأمر والحرام. برافو 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 أحبائي، برافو، التحقوا بالأماكن تاعكم. برافو 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 أحبائي. أحبائي واش رأيكم؟ تحبوا ألعب الخفة؟ اليوم معنا عم مراد اللي جانا من مدينة الورود، مدينة البليدة، باش نستمتعوا معاه بألعاب الخفة. تحية لعم مراد، تحية، تفضل تفضل عم مراد.
برافو 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 عمو مراد، برافو 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 برافو. إذن أحبائي، شكرا عمو مراد. على بالكم في كل مرة، في كل مرة نضيف فقرات جديدة، وحنا في هذا الموسم الخامس، هذه أول حصة لهذا الموسم الخامس. لكم فرحانين لكم في الموسم الخامس أحبائي؟ إذن خمس سنوات من المتعة، هذه أول حصة في خمس موسم. كنا أضفنا في الموسم الماضي، الموسم الرابع، فقرة هل تعلم؟ تحبوها؟ تحبوا المعلومات؟ نعم. إذن رايحين دركا نكتشف معلومة جميلة مع ميليسا. تحية لميليسا. مرحبا بكم أحبائي. مرحبا. هل تعلم أن أحمد مزوج المدعو بأعمر أقرار يعد أول شهيد في ثورة التحرير المجيدة، حيث استشهد بمنطقة الأوراس بعد ثلاثة أيام عن اندلاع الثورة في 3 نوفمبر 1954 ميلادي؟ برافو 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 برافو. شكرا ميليسا. إذن أحبائي، بما أننا في هذه الفترة هذه نحتفل بذكرى مؤتمر الصمام اللي ما عندهاش بزاف اللي فاتت، حبينا نتكلموا على أول شهيد في ثورة التحرير أحمد مزوج، باش في كل مرة لازم نتفكروا شهداءنا الأبرار، نترحموا عليهم اللي ضحوا بالنفس والنفيس باش تحيا الجزائر حرة كريمة مستقلة. يا أخي أحبائي، إذن تحبوا الحكايات؟ أنا كي كنت صغير كنت نحب بزاف الحكايات، كنت أحكيهم جداتي وكامل. اليوم راح نحكي لكم قصة الملك والطريق المكسرة. يلا معايا أحبائي. إذن أحبائي، كما وعدكم عمو يزيد راح يحكي لكم دركا قصة الملك والطريق المكسرة. واحد النهار كان واحد الملك في واحد المملكة بكري، وهذاك الملك كان يحب الشعب دياله. واحد النهار خرج برا، قال أنا نروح نجول المملكة تاعي على رجلي، لا عود لا حصان ولو لا حراس، قال نروح نمشي ونشوف الناس كاش عايشة. قاعد يمشي 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 مع الطريق هكذا، يمشي يمشي وبصح ديك التركات معمره بالحفر، ويمشي ويقول انا شعبي العزيز، هذول اصدقائي هذول تاع المملكه تاعي راهم مساكن، الطريق تاعهم محفره وكامل، كيفاش نديروا؟ بعد قاعد يمشي 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 باش يحس واش راهم يحسوا. بعد لما رجع رجليه كاع توجع فيه. يعني بكري على بالكم بكري ما كانش عندهم صبابط وكامل، يعني الناس كانت بشبع حفيانة. ومن بعد رجليه وجعوه، كي وجعوه رجليه قال يا ربي سمعنا يا دركا هاد الناس، لاني انايا الملك نتاعهم وانا مسؤول عليهم وكامل، سمع مساكن راهم رجليهم توجعهم هكذا، كيفاش راح نديروا دركا؟ قعد يفكر. من بعد عيط لكاع الوزاره تاعو في المملكه في البلاط هذاك، وقال لهم شوفوا انا الشعب نحبه وهادو كاع رانا مسؤولين عليهم، واش رايكم نغطيو كاع الطريق بالجلد بالكوير، يعني بالجلد. تفاجئوا هذوك الوزاره قالوا يا ربي دوك احنا باش نغطيو هذا الطريق هذه لازم وقت بزاف، لازم وهذاك الجلد يجي من الحيوانات، شحال احنا نقتلوا من حيوان وحرام وكذا وكذا وكذا. قعدوا يفكروا. كان بيناتهم واحد الوزير فطن قافز، قالوا جلالة الملك حبيت نقول لك حاجة. قالوا تفضل. قالوا كان نعطيك فكرة. قالوا ماذا بيا؟ قالوا في بلاصة باش نغطيو كاع الطريق بالجلد، علاش ما نخدموش أحذية من الجلد لكل واحد، نخدمو له حذاء، هكذاك ما نقتلوش الحيوانات وما تاخذناش وقت كبير باش نغطيو الطريق. إذا شوفوا الفكرة اللي جاتو باش يدير حذاء لكل واحد عوضا أنه يغطي كاع الطريق بالجلد. عمو يزيد، الحكمة التي نستخلصها من هذه الحكاية هي غير نفسك ولو تحاول تغيير الحياة. برافو برافو بوبي، برافو برافو. إذا أحبائي شوفوا، غير نفسك ولو تحاول تغيير الحياة. بالمرات الإنسان يشوف أشياء هكذا يحب يغيرهم، ألور كو قادر يغير برك نفسه ومن بعد الحياة تستقيم. يا أخي أحبائي، إذا شفتوا في بعود أنه يغطي كامل الطرقات بالجلد، صنع أحذية بالجلد للناس. يا أخي أحبائي يلا معايا أرجعوا أماكنكم. إذن أحبائي كما قلت لكم، بالمرات الإنسان ما لازمش يحاول يغير الحياة، ولكن مليح أنه يحاول يغير نفسه. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا أخي أحبائي
لازم الإنسان قبل ما يحاول يغير الحياة باش المجتمع يرجع أفضل وأصلح لازم يغير نفسه يا أخي يا حبايبي. شكرا. إذن أنا حبيت دركا شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ نكتة جميلة. شكون 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 شكون؟ تعالي بنتي أروحي، تعالي أقعدي الشطرة. واسمك بنتي؟ ابتسام. ابتسام وين تسكني ابتسام؟ في مدينة، في ولاية البويرة. ولاية البويرة أي مدينة؟ مدينة الجزائر. لا 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 لا، يعني ولاية البويرة ولكن المدينة تسكني في البويرة بالذات؟ نعم. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك. شحال في عمرك بنتي؟ 10 سنوات. شاطرة في الدراسة؟ شحال جبتي معدل؟ 9.50. واو برافو عمو يزيد، يحب اللي يقرأ مليح على بالكم. احكي لنا النكتة تاعك بنتي. كان واحد المرأة عندها 3 ذراري، واحد اسمه علا، واحد اسمه سالة، واحد اسمه خافيش. داتهم لي كل بعد عيطت لها شيخة قالت لها روحي تشوفي علامات هي سخبت وليدها لي مات. ومن بعدك داوها لومبيلونس، بعد كي فطنت قالوا لها ما تخافيش ما تخافيش داخل ثاني. بعد زاد كي فطنت قالوا لها سلامات راحت ما ولات قاعدتك. أمبالها سلامات ثاني. برافو 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 بنتي. شكون اللي عنده نكتة جميلة؟ تعالي أروحي أنا نجيب صديقي. تعال أسمي نجيب صديقي هنا. فوالا قعدي قدامي. واسمك بنتي؟ ياسمين. ياسمين وين تسكني ياسمين؟ في الغاية. في الغاية. شحال في عمرك بنتي؟ 9 سنوات. شاطرة في الدراسة؟ شحال جبتي معدل؟ 8.09. برافو 8.09. برافو بنتي. احكي لي النكتة تاعك بنتي. قالك واحد الأستاذ راح يجيب شريطو، كي خرج من البوسطات لقى واحد الفقير مد له يدو، قال له فرح لي وليداتي يفرجك ربي. قال له الأستاذ قل لهم ماخذوا إن شاء الله ما يقراوش. فرح لوليداته كي ما يقراوش. برافو. تعال تعال وليدي أروح. تعال تعال تعرفي عيطوك نعيطك. أروح وليدي. واسمك وليدي؟ عبد الوهاب. عبد الوهاب. شحال في عمرك عبد الوهاب؟ 8 سنوات. 8 سنوات. وين تسكن وليدي؟ في الجزائر. في العاصمة. إذا عبد الوهاب حكي لنا النكتة تاعك وليدي. في هذا الأيام كانت هناك أم قالت لي ابنها أن يشتري لها البطاطا، بطاطي البطاطا، وهو لم يفهمها، فذهب عند الرجل الذي يبيع الخضار، كل الخضار الفواكه والخضار. وقال له أعطيني بنانة. قال له هل هذه هي؟ قال له لا. قال له لا هذا ليس، هذه ليست التي أحتاجها. فقال لا، فأشار له وقال له تلك بطاطا ليست تلك بطاطا وليست بنانة. وقال له لم أفهم جيدا لأنني لست غبيا. برافو برافو برافو. تعالي بنتي تعالي تعالي أروحي. واسمك بنتي؟ أماني. أماني وين تسكني أماني؟ في بودواو. في بودواو الله يبارك. ولاية؟ بومرداس. بومرداس الله يبارك. شحال في عمرك بنتي؟ 11 سنة. 11 سنة. شاطرة في الدراسة؟ نعم. شحال جبتي معدل؟ 16.10. 16.10. برافو. احكي لي النكتة تاعك بنتي. قال تلميذ للأستاذ هل أقول لك شيء؟ قالت أستاذ العربية تفضل يا بنية. رد التلميذ قال الضمير المتصل إنه يتصل جاوب عليه. أبدا يتصل في الهاتف. برافو 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 برافو. أحبائي وصلنا درك الركن اللي أنا نحبه بزاف هو ركن الرسائل. وين راح عمو يزيد يقرا الرسائل اللي جابهم من قبيله صهيب وضعناهم في علبه البريد واللي راسلتونا بهم عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. اذا تطفي في تروح تجيب لنا رسائل تاع الاطفال اللي بعتوهم لنا. وانتم يا احبائي اللي حبيتوا ترسلونا راكم عارفين واش ديروا، موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات باش عمو يزيد يقرا الرسائل تاعكم. شكرا شكرا تطفي في اعطونا تحيه فيفي. شكرا شكرا. إذن أحبائي الرسالة الأولى من عند بن يعقوب رياض
وريتاج 13 سنة و11 سنة من حاسي بن عقبة من وهران، وهران الباهية، قال لكم مرحبا نريد أن تأتي إلى ولاية وهران فالعائلة تنتظرك أرجوك في العطلة. إذن إن شاء الله بن يعقوب وكل عائلة بن يعقوب نزوركم في مدينة وهران في حفل من أروع ما يكون إن شاء الله. شكرا على المراسلة. الرسالة الثانية، يحيى إيمان 12 سنة مدينة تلمسان، يا سلام مدينة تلمسان مدينة التاريخ والأثار. شكرا على هذا البرنامج الممتاز عمو يزيد، أنا أحبك بزاف، أنتم ترفهوا علينا وتمسحوا لنا أحزاننا، وهذا البرنامج يستحق أفضل جائزة وأنا أتابعه يوميا لأنه يحفظكم وصوتك وأغانيك الجميلة. يعني هما يحفظوا الأغاني وأغاني جميلة. برافو برافو. إذن يحيى إيمان 12 سنة مدينة تلمسان، شكرا على المراسلة بنتي. الرسالة الموالية، أيت محمد ريماس 6 سنوات من مدينة الحمامات الجزائر العاصمة، قلت لكم ألف شكر لك سيدي المحترم ونرجو من سيادتكم قبول طلبنا بالمشاركة وجزاكم الله خيرا، ويا حبذا لو تنظموا حفل في غابة باينام ونحن في الانتظار عمو يزيد. إذن ريماس أيت محمد إن شاء الله بربي تجوا تشاركوا معنا في الحصة ونزيدوا نجوكم في حفل في غابة باينام الجميلة إن شاء الله. الرسالة الموالية، بن شيخ محمد زواوي إلياس 11 سنة مدينة سيدي بالعباس، قال لكم أنتم مميزون وتعجبنا حصتكم وفرقتكم، ما عليكم كامل يا أطفال. إذن بن شيخ محمد زواوي إلياس 11 سنة مدينة سيدي بالعباس، شكرا على المراسلة. إذن عمو يزيد يعتز بهذه الرسائل الجميلة اللي راكم تبعتوهم لنا، وانتم يا أحبائي ما عليكم إلى توجهوا موقع انترنت عمو يزيد .com باش ترسلونا بهذه الرسائل الجميلة. أباكم وين لحقنا دركا؟ وصلنا دركا للجواب عن السؤال. إذن الجواب عن السؤال، كما قلت مقبلة بما أننا في هذه الفترة احتفلنا ما عندهاش بزاف بمؤتمر الصمام، ذكرى مؤتمر الصمام وكامل، قلنا كانت هناك مجموعة 22 قائد لثورة التحرير اجتمعوا في يوم ما باش يديروا آخر اللمسات وآخر التدابير لاندلاع ثورة التحرير. إذن في أي مدينة اجتمعت هذه المجموعة؟ في أي سنة؟ وعطوا لي الشهر فقط. في الشهر معلش اليوم يقولوا عمو يزيد. تعالي بنتي. عاودي قولي لهم اسمك شاطرة؟ أماني. أماني. إذن بنتي في أي مدينة اجتمعت مجموعة 22؟ مدينة تيارت. لا لا ماشي مدينة تيارت بنتي. لا لا تفضلي ماشي مدينة تيارت، شكون اللي يعرف؟ تعالي. واسمك شاطرة؟ سوسن. ها؟ سوسن. في أي مدينة اجتمعت هذه المجموعة؟ واش من المدينة؟ تعرفيها؟ لا لا معلش شكون يعرف؟ تعالي تعالي بنتي. واسمك بنتي؟ أروى. أروى. في أي مدينة اجتمعت المجموعة أروى؟ واش مدينة؟ واسمها؟ مجموعة الأقارب. لا 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 بنتي لا 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 شكون يعرف؟ تعالي بنتي تعالي بنتي. واسمك بنتي؟ ياسمين. ياسمين. في أي مدينة اجتمعت؟ أوراس. لا لا ماشي في الأوراس. لا لا ما اجتمعوش في الأوراس. لا لا ما اجتمعوش في الأوراس. إذن شكون اللي يعرف؟ تعالي بنتي تعالي روحي بنتي. واسمك بنتي؟ تسنيم. دوري الكاميرا. واسمك؟ تسنيم. تسنيم الله يبارك. في أي مدينة اجتمعوا بنتي؟ تلمسان. تلمسان. لا لا ماشي تلمسان. شكون اللي يعرف؟ تعالي بنتي تعالي يلا أروحي بنتي. واسمك؟ ميليسا. ميليسا. في أي مدينة اجتمعت هذه المجموعة بنتي؟ غردايا. لا لا ماشي في غردايا. لا لا ماشي في غردايا. تعالي بنتي تعالي الشاطرة. واسمك بنتي؟ أمينة. أمينة. شحال في عمرك أمينة؟ 10. 10 أيام؟ 10 سنوات. دوري الكاميرا بنتي باش تكوني شابة. إذن أين اجتمعت هذه المجموعة؟ مدينة الجزائر. في الجزائر العاصمة أحبائي. في الجزائر العاصمة. تقدري تعطينا التاريخ؟ أي سنة؟ 1954. 54 في نفس السنة مع ثورة التحرير. والشهر تعرفيه؟ جويلية.
لا لا شهر ما قبل جوان. في شهر جوان أحبائي، قعدي معي قعدي معي معليش. هو أنا كنت ننتظر منكم تعطوا لي برك شطرين من الجواب. عمو يزيد يكمل لأنه بالك شوية فيها شوية تفاصيل. إذن اجتمعت مجموعة 22 قائد لوضع اللمسات الأخيرة لاندلاع ثورة التحرير في مدينة الجزائر العاصمة بحي المدنية في سالومبيي، باش تعرفوا. احنا نعطيكم بعض المعلومات. إذن في هذا الاجتماع، إذن اجتمعت مجموعة 22 بمنزل، هذا المنزل معروف في المدنية، منزل إلياس دريش رحمه الله، دونك بحي المدنية. نقول لكم شكون اللي كانوا هاد 22 القادة، رايحين نذكروا أساميهم. إذن كان معهم مصطفى بن بولعيد، العربي بن مهيدي، محمد بوضياف، ديدوش مراد، رابح بطاط، باجي مختار، عثمان بن الوزداد، رمضان بن عبد الملك، مصطفى بن عودة، الأخضر بن طوبال، زبير بو عجاج، سليمان بو علي، بالحاج بو شعيب، عبد الحفيظ بو سيف، عبد الحفيظ بو صوف، عبد السلام حبشي، عبد القادر العمودي، محمد مشاطي، سليمان ملاح، محمد مرزوقي، بو جمعة سويداني، وزيغود يوسف. أحبائي هذه مجموعة 22 هم اللي وضعوا اللمسات الأخيرة لاندلاع ثورة التحرير بمنزل المجاهد إلياس دريش بحي المدنية سالومبيي في الجزائر العاصمة، وكان في جوان 1954 مباشرة، يعني بضعة أشهر قبل اندلاع ثورة التحرير. جوان 1954 في يوم 23 جوان، تشوفوا عليها 23 جوان 1954. يا أخي أعطي الهدية تاعها، أعطي الهدية تاعها. شكرا شكرا شكرا. إذا بنتي على شطارتك، شركة شيبس مهبول راعي برنامج مع عمو يزيد، يعطيك هذه الهدية على شطارتك على الجواب تاعك الجميل. قول لهم شكرا. شكرا. العفو العفو بنتي، تفضلي 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 تفضلي. إذن أحبائي مجموعة 22 اللي وضعت لمسات الأخيرة لاندلاع ثورة التحرير اجتمعت في يوم 23 جوان 1954 بمنزل إلياس دريش المجاهد في مدينة المدنية بحي المدنية في الجزائر العاصمة. يا أخي أحبائي واش رايكم دركا على بركم في كل حصه نستضيفوا طفل ولا طفله يحتفل بعيد ميلاده معنا؟ والاحتفال بعيد ميلادكم يا احبائي على بركم لازم ترسلونا عبر البريد بخمس قسيمات من علب رامي على العنوان صندوق بريد 42000 سطاولي العاصمه 16062 الرمز البريدي، بخمس قسيمات من علب حليب رامي. واليوم عندنا دجال ميليسا تعالي بنتي ارواحي، 8 سنوات جاتنا مدينه ولاد فايت من العاصمه. إذن احنا راح نغنوا لها عيد ميلادك احلى عيد، واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاطو ديالها. يلا التحقوا بيا. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، شمه يا ربي لم يتسالى وتعيش أيامها أفراح، شمه يا ربي لم يتسالى وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعوا له واصحابه يبركوا له،
يا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو نجم الهدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو. إذن عمو يزيد الشعر لك شمعالة بالكم يا أحبائي أنتم الأطفال ما لازم جقعة تمسوا النار الكبار هم اللي شعلوا لكم الشمع يا أخي على بالكم نعم فالا برافو برافو. إذن ديروا معي العد التنازلي 8 7 6 5 4 3 2 1 طفلنا الشمعة برافو 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 برافو. إذن بنتي أعطيلي الشهادة تاعها أعطيلي الشهادة تاعها. إذن أحبائي على بالكم بلي كل واحد رايح ينال شهادة لإنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد أعطي الشهادة تاعها. شكرا. إذن هالجال ميليسا عمو يزيد يعطي لك هذه الشهادة هذه شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد وانتم كذلك يا أحبائي كل واحد فيكم رايح ينال شهادة كما هذه يحتفظ بها كذكرى. إذن أعطي الهدية تاعها وكما وعدناك بنتي رامي بما أنك رسلتينا بخمس قسيمات من علب حليب رامي عمو يزيد وشركة رامي يعطوك هدية عيد ميلادك إن شاء الله تستفادي بها. وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير سنونا في الأسبوع المقبل على نفس القناة نحبكم يا أطفال. كنا في أول حصة للموسم الخامس إذن أحبائي راح نجوزوا موسم خامس بالمتعة مع بعض راح يكون ممتع جدا جدا جدا. إذن انتظرونا في كل أسبوع على نفس القناة نحبكم يا أطفال سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. انسكرينا في السيت تاع عمو يزيد عمويزيد.com واليوم جينا ان شاء الله هنايا وتقبلونا الحمد لله جازت الحصه لاباس صافي بليزير اللي جينا وكانوا هنا دراري فرحانين لاباس الحمد لله وتجربه شابه بارابور للدراري سورتو بور لا بروميير فوا ان شاء الله جاوا شافوا كيفاش التورناج شافوا كيفاش ليكيب كيفاش الاطفال الاصدقاء فرحنا كي جينا لعمو يزيد وهو تاني كي قدم لنا هذا البرنامج واكتسبوا خبره وصداقه جديده ونشكره شكرا عمو يزيد شكرا عمو يزيد شكرا عمو يزيد قالوا هلموا الينا